السنة اللي فاتت؟ فاكر كان عندنا 8 جامعات ومعهدين مشتركين في المؤتمر. احنا كبرنا السنة دي بقينا 23 جامعة مشاركة سواء جامعة او معهد، ودي كانت فكرة الحقيقة ناس كتير بتفكر فيها بقالها سنين، بس اعتقد كان فيها صعوبات كتير. صعوبات كتير انك توحد ناس جايين من افكار مختلفة باتجاهات مختلفة وكل واحد عايز يتكلم في نقطة معينة، انك تقدر تعمل ترتب كل الناس دي مع بعضيها وكلهم يدوا الاوتبوت المطلوب. بس احنا ان شاء الله قدها ونقدر نقوم. الحقيقة ان الفكرة نجحت، ودي كانت حاجة ما كانتش متوقعة خالص. واعتقد السنة دي هتختلف اكتر من السنة اللي فاتت، ان احنا مش مستنيين حد يجي يدينا محاضرة نسمعها، بالعكس اعتقد السنة دي الناس هيكون ليها مشاركة مختلفة. انت مش بس الاساتذة او البروفيسورز اللي في الجامعات، لا ده كمان الناس اللي هتيجي كاتندي من الجامعات هم هيبقى عندهم فرصة ان هم يشاركوا في كل الانتراكتيف سيشنز اللي موجودة. كل واحد هيبقى عنده فرصة يتواصل ويعرض الكلينيكال ابروتشز والحاجات اللي عايز يتعلمها او يقول لنا الاكسبيرينس بتاعته فيها. فدي فرصة كبيرة ان كل الناس من كل الاماكن تقدر تكستشينج النولج بتاعتها على مستوى مصر كلها. فكرة ان حد يقعد يسمع محاضرة خلاص بقت حاجة اوتديتد، او حد لان انت ممكن تطلع اي حاجة من على الانترنت، لكن انت تقعد تتكلم مع الاكسبرت تاخد خبرته، اعتقد هو ده اللي احنا بنحاول نتارجت السنه دي. كمان عندنا احنا السنه دي عدد اكبر من الاجانب وفيها فرايتي اكبر، اظن احنا السنه دي بقى في ناس من الصين، في ناس من يوروب اكتر. فهيبقى ديفرنت انترست. بالظبط. احنا مستنيينكم السنه دي في اليونايتد كونفرنس 2019 ان شاء الله. ان شاء الله تنورونا. هتخسروا كتير جدا لو ما كنتوش موجودين، وبس احنا برضو اللي مش هيجي احنا هنعوضه عن هذه الخساره بان احنا هتبقى الحاجات موجوده، الماتيريالز مسجله وهتبقى متاحه للناس في صوره في الويب سايت، وهتبقى موجوده كمان للناس اللي هتحضر في صوره فلاشات وسيديهات، عشان خاطر نبقى عندنا فرصه ان العلم ده يبقى سستينبل مش بس في وقت حضور المؤتمر. نورونا ان شاء الله. سي يو.